الملكة نازلي والدة الملك فاروق قررت إن هي ترحل أسمهان برا مصر، والسبب كان أحمد حسنين باشا واللي كانت بتحبه حب شديد جدا، وكمان اتجوزته في السر برغم أنف ابنها فاروق. ومن غيرتها الشديدة جدا من أسمهان لما عرفت إن في علاقة بينها وبين أحمد حسنين باشا قررت إنها ترحلها بعيد عن مصر، وكانت في الوقت ده أسمهان ملهاش حد في مصر. لكن الصحفي محمد التبعي تدخل بقوة في الموضوع ده عشان يمنع ترحيل أسمهان، وبالفعل تم إيقاف القرار.